أولا حدود دولة إسرائيل ليس لأحد أن يحددها، لأنه هذا قرار دولي. القرار الدولي أن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في 4 يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي محتلة، وهي الأراضي التي تمثل حدودا لدولة إسرائيل. ما تقطعنيش لما قطعتكش. كل هذه حدودا دولية تقررت وفقا لقرار دولي، ولا يملك أحد أي أحد تغييرها، لا الإسرائيليين ولا غير الإسرائيليين. هذه هي الحدود الدولية التي جرى احتلالها في 4 يونيو 1967 بما فيها القدس، وبما فيها القدس الشرقية، وبما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي لدينا خيارين. الخيار أولاني هو الذي حددته الدول الأوروبية، إلى جانب 143 دولة تعترف فعلا بإسرائيل. إسرائيل أصلا أقيمت سنة 47 بالقرار الدولي 181، وافقت عليها إسرائيل، وكانت الحدود أيامها لا تتجاوز 56.4، أصبحت الآن تقريبا 100%. لكن هناك الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مؤتمر دولي. هذا المؤتمر الدولي حتى لم تحضره الطرفين لا الفلسطيني ولا الإسرائيلي، فإنها تقرر رؤية العالم، ولا يمكن لإسرائيل أن تستهين بموقف دولي واسع. الولايات المتحدة نفسها أقرت من حيث المبدأ إقامة حل دولتين، وهي تدعم هذا الحل، وقفت ضده، وقالت أنها وقفت ضد التصويت له، استخدمت حق الفيتو، لكنها قالت أنه يمكن هذا بالتفاوض. العودة للتفاوض على الطريقة الإسرائيلية، طريقة شمير، أنه يمكن أن نتفاوض 20 سنة حتى تقام الدولة الفلسطينية، حتى نصل إلى حل، هذا انتهى. نعم. هذا الموضوع انتهى. نحن إسرائيل أمام وضع متغير تماما، وبالتالي فإنه إقامة الدولة الفلسطينية أشكرك. وفقا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف يحل الأمر إلى مجلس الأمن أيضا، وتقام الدولة الفلسطينية، ولا تملك إسرائيل ممانعة. وأذكر بأن شمعون بيريز هو الذي قال هم هنا ونحن هناك لأمن إسرائيل الاستراتيجي، أما اليمين الديني المتطرف هو الذي سيخرب بيت إسرائيل إذا منع إقامة الدولة. هذا الأمر سينعكس على إسرائيل، أمامها خيار ثاني، إما أن تقبل بدولة ثنائية القومية أو بدولة واحدة، وهذا ما يشكل خطرا داهما على إسرائيل. وأنا أتمنى إذا تم صد مشروع الدولة الفلسطينية، فإنه على الفلسطينيين والدول العربية أن تنتقل إلى خيار الدولة الواحدة، ووقتها إسرائيل إما تتحول إلى دولة فصل عنصري، أو تقبل بحل ديمقراطي لكل من سكان هذه الدولة بين البحر والنهر. طيب. بما فيهم فلسطينيين وإسرائيليين. نعم سيد إيلي. هذه أحلام لا تتحقق على أرض الواقع، هذه أحلام لا تتوقع. أحلام من مخك، هذه أحلام. هذه أحلام. لا أنت بتقرر، مش أنت اللي بتقرر إذا أحلام ولا لا. أنت ولا إسرائيل تقرر، لا من حقك ولا إسرائيل كلها تستطيع أن تقرر أنها أحلام ولا مش أحلام. هذا واقع، وسيفرض عليكم، سيفرض عليكم، أو أن دولتك سوف تتفكك، وهي في طريقها إلى التفكك أصلا. هذه الدولة في طريقها إلى التفكك. هذا المشروع الصهيوني الأنصري المحتل هو في طريقه إلى التفكك. أنت وكل الإسرائيليين تعودون إلى الدول التي جئتم منها، والمشروع كله سيتفكك قريبا إن شاء الله. أشكر ضيفي. إذن من القدس كان معنا المحلل السياسي إيلي نيسان، ومن القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. شكرا جزيلا لكما.